حسم التعادل الإيجابي لقاء منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام مضيفه غينيا بيساو بهدف لكل منهما في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وتأخر منتخبنا الوطني في النتيجة مع نهاية الشوط الأول قبل أن ينجح النجم محمد صلاح في إدراك التعادل بمجهود فردي ومهارة فذة مع حلول الدقيقة 70 من عمر المواجهة. وعزز منتخب أحفاد الفراعنة صدارته للمجموعة في التصفيات برصيد 10 نقاط منتظراً ما ستسفر عنه مباراة بوركينا فاسو ضد سيراليون. وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في التصفيات بفوز عريض على حساب جيبوتي ثم انتزاع فوز خارجي في مواجهة سيراليون بالجولة الثانية، واستمرت نغمة الانتصارات خلال لقاء الجولة الثالثة الخميس الماضي على حساب بوركينا فاسو، ووصل الفراعنة إلى النقطة 10 بعد التعادل مع غينيا بيساو الليلة، محافظين على سجلهم في التصفيات خالياً من الهزائم. وشارك ثنائي الزمالك أحمد زيزو وناصر ماهر في مباراة المنتخب الوطني الليلة أمام غينيا بيساو، وقدم مستويات فنية مميزة. المنتخب المصري يعزز الصدارة في التصفيات المونديالية بدعم الملايين من الجماهير للاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.